فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ نعم، ورد في بعض الأدعية والتسبيحات خصوصا في قيام الليل، لأن الركوع في والسجود في صلاة الليل أطول، يكثر فيها من الدعاء تعظيم لله عز وجل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.